بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتك. نبدا النهارده اليوريناري سيستم، وهناخد مع بعض اول محاضره في اليوريناري سيستم، وهنتكلم فيها عن النفرون. الاول، ايه هي وظيفه الكلى؟ ايه وظيفه الكيدني؟ المين فانكشن اوف ذا كيدني فلتريشن اوف ذا بلاد. بس كلمتين، مين فانكشن اوف ذا كيدني از فلتريشن اوف ذا بلاد. احنا شايفين حبيبنا ده قاعد على الفلتر، اهو الكيدني بتاعتنا هي اللي بتقوم بنفس الوظيفه دي. لما نبص على الجنرال ستراكشر اوف ذا كيدني اللي بتتكون من حاجتين، الحاجه الاولانيه بتبقى غامقه بره كده ونسميها الكورتكس، والثانيه جوه بتبقى فاتحه شويه ونسميها المظله. يا ترى ايه اللي مخلي الكورتكس غامقه وايه اللي مخلي المظله فاتحه؟ اللي مخلي الكورتكس غامقه راح حاجتين، الحاجه الاولانيه الهاي فاسكولاريتي، الحاجه الثانيه الهاي سيلولاريتي. المظله فاتحه ليه؟ لان هي بتتكون مجموعه من التيوبيولز مرصوصه بشكل دقيق جنب بعضها. الكورتكس فيها ايه؟ فيها الرينال كورباسيل والبروكسيمال كونفوليوتو تيوبيول واللوبوف هيلي والديستال كونفوليوتو تيوبيول والكوليكتنج تيوبيولز. كل ده موجود فين؟ موجود في الكورتكس. لكن المظله موجود فيها بشكل رئيسي الفازا ريكتا ومعاها الكوليكتنج تيوبيولز واللوب اوف هنلي. لو بنشوف الهيستولوجي اوف ذا كيدني هنلاقيها برضو بتتكون من حاجتين، الاستروما والبارينكيما. الاستروما طبعا دي عباره عن كونكتيف تيشو كبسول، وفي حوالين الكيدني جزء من الفات، ده فايدته ان هو يعمل لي فات بيت علشان الكيدني تقعد فيها فور بروتكشن. الحاجه الثانيه البرانكيما. البرانكيما عباره عن مجموعه من اليورينيفراس تيوبولز. انت لو عرفت اليورينيفراس تيوبول يبقى انت عارف المين فانكشن اوف ذا كيدني اللي هي الفلتريشن. اليورينيفراس تيوبول بتتكون من حاجتين، النفرون والكوليكتنج تيوبولز. وليه فاصلينهم عن بعض؟ لان ده ليه امبريولوجيكال اورجن وده ليه امبريولوجيكال اورجن. يبقى الكيدني بتتكون من ايه؟ من استروما وبرانكيما. البرانكيما اللي احنا سميناها يورينيفراس تيوبول. اليورينيفرس تيوبيولز عباره عن حاجتين، نفرون وكوليكتنج تيوبيولز. لو ابص على الاستراكشر اوف ذا نفرون الاقيه بيتكون من رينال كورباسل وبروكسيمال كونفوليوت تيوبيول ولوب اوف هنلي والديستال كونفوليوت تيوبيول. لو ابص على الرينال كورباسل بتتكون من جلوميرولس وبومنز كبسول وميزانجيال سيل. ايه هو النفرون؟ جزء من اليورينيفرس تيوبيول. وايه هي اليورينيفرس تيوبيول؟ ده البرانكيما بتاعه الكيدني، وحده التركيب بتاعه الكيدني. لكن النفرون فانكشنال يونت اوف ذا كيدني. ده النفرون. النفرون عباره عن ايه؟ رقم واحد اللي احنا شايفينها دي بنسميها الرينال كورباسل، طالع من الرينال كورباسل الانبوبه اهي، بسميها كونفوليوت تيوبيول. تنتهي بيو شيبد تيوبيول بسميها لوب اوف هنلي، وبعدين تاني convoluted tubule. عشان افرق دي من دي فبسمي دي بروكسيمال. بروكسيمال يعني اول حاجه بعد او اقرب حاجه لي، اقرب حاجه للكورباسل دي هي اللي هنسميها البروكسيمال. لكن شايف الثانيه بعدت قوي عن الكورباسل فهنسميها ديست. لو اشوف دي الاقيها بتتكون من جزئيتين، جزئيه حمراء دي بسميها الفاسكولار بول، وجزئيه صفراء دي بسميها اليورينيفرس بول. يبقى انا عندي في الكيدني الارتري، الرينال ارتري، يعني بعد ما يدي برانشات 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 بينتهي بحاجه اسمها نوع من البلاد فيزل او الثين بلاد فيزل بسميه افرنت ارتريول. هذا الافرنت ارتريول بيبدا يدي برانشات اسميها بلاد كابيلاري. في الكيدني بالذات البلاد كابيلاري زي ما بتجمع مع بعضها بتبقى عامله زي الكوره كده، فبسميها جلوميرولس. يبقى ايه هي الجلوميرولس؟ عباره عن بلاد كابيلاريز. هذه البلاد كابيلاريز بتنتهي بايه؟ المفروض تنتهي فين؟ لا، هنا بتنتهي بافرنت ارتريول. يبقى اذا دي بسميها ارتيريال بورتر سيركيوليشن. بتبدا بارتريول وتنتهي بارتريول. ما بين التو ارتريولز موجود الجلوميرولس او البلاد كابيلاريز. ايه المين فانكشن اوف ذا كيدني؟ فلتريشن. يبقى اذا عايز اعمل فلتريشن للبلاد اللي معدي في البلاد كابيلاريز دي. طب نعمل فلتريشن ازاي؟ المنظر اللي قدامي اهو، ده الافرنت ارتريول، ده الجلوميرولس، وده الافرنت ارتريول. انا عايز اعمل فلتريشن، اعمل ايه؟ هجيب تيوبيول بالشكل ده، وبعدين احط فيها الجلوميرولس بتاعتي بالشكل ده. الفلتريت اللي طالع من الكابيلر دي يدخل على طول على الانبوبه دي. جبت الانبوبه دي خليتها تلف حوالين الجلوميرولس. هي لو تلف حوالين مين؟ حوالين الجلوميرولس.
لو اشيل الجلوميرولس كده واتفرج عليها من جوه الاقي فيه ابيثيليوم، يبقى فيه ابيثيليوم كان كونتاكت مع مين؟ كان كونتاكت مع الجلوميرولس، وفي ابيثيليوم بره او جنب صباعي اهو ما هواش كونتاكت مع الجلوميرولس. الاثنين دول كده بسميهم البومنز ميمبرين. لو نبص كده على البومنز ميمبرين على الصوره بتاعتنا هنلاقيها بالشكل ده، هي دي البومنز ميمبرين، بس انا اخدت فيها سكشن عباره عن كب حاطط فيها ايه؟ حاطط فيها الجلوميرولس. علشان ايه؟ عشان الكونتنت اللي جوه الجلوميرولس دي او جوه البلاد كابيلاريز دي تقع جوه الانبوبه دي. يبقى انا كده كونت الفلتريت اللي هيبقى بعد شويه هيبقى اليورين. ادى البلاد ماشي في سكته جاي من الافرنت رايح للافرنت عدى بالجلوميرولس، عملت فلتريشن، طلع الفلتريز دخل عن طريق البومنز كبسول علشان يبدا يمشي في سكته في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، لان الكورباسل دي هتنتهي بايه؟ تنتهي بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. يبقى اذا البومنز ميمبرين بتتكون من سيمبل سكويماس ابيثيليوم، والاندوثيليوم برضه هو عباره عن اللي هو لايننج البلاد كابيلاري، يعني عباره عن سيمبل سكويماس ابيثيليوم. يبقى انا عندي سيمبل سكويماس ابيثيليوم كونتاكت مع سيمبل سكويماس ابيثيليوم، ده لي بيزا اللاميا وده لي بيزا اللاميا. التو بيزا اللاميا بيتحدوا مع بعض ويعملوا لي الجلوميريال بيسمنت تمبري، ودي حاجه خاصه جدا والاستراكشر بتاعها مهم جدا لو انت عايز تتخصص في البطن او في النفرولوجي وعايز تبقى شاطر في التخصص ده. حاول تعرف الفاين ستراكشر بتاع الجلوميريال بيسمنت تمبري. ليه؟ لان معظم الديزيز اللي هتقابلك في التخصص ده ريليتد للممبرين دي او للبيزا اللامينا دي. هي مين اللي اسمها البودوسايت؟ الفيسرال السيلز دي ما هياش بسيطه زي ما احنا رسمناها كده، لا دي خلايا اسمها البودوسايت. بودو يعني اقدام، مش اقدام كاذبه بقى، لا اقدام حقيقيه. طيب عايزين نتفرج على الجزء ده علشان نشوف حكايه البودوسايت دي. ده البلاد كابيلاري، بلاد كابيلاري بتاعتي فينستريتد بلاد كابيلاري، شايف الاخرام؟ اهي مليانه اخرام بالشكل ده، الاخرام دي مش معديه على السيتوبلازم، لا دي معديه من بره لجوه البلاد كابيلاري، يبقى الكونتنت اللي جوه هنا هيبقى في لحظه واحده بره هنا، عشان كده بسميها فينستريتد، فينستريتد يعني مخرمه. يبقى اذا الفلتر بتاعي مخرم، مخرم ليه؟ علشان يعدي كل حاجه، كل حاجه دي حوالي 70 نانومتر، معنى ان هي 70 نانومتر يعني لارج مولكيولز ما تقدرش تعدي منها، وبالتالي الار بي سيز والبلاد بريتلس والليكوسايتس ما تقدرش تعدي منها من باب اولى يعني، لكن البروتينز اللي حجمها كبير اكبر من حوالي 70 نانومتر مش هتقدر تعدي، لكن البروتينز الصغيره هتبدا تعدي. طيب يبقى انا هخسر البروتينز دي في اليورين بتاعي؟ معقوله؟ مش معقوله طبعا. علشان كده هنبص نلاقي ايه؟ البيزمنت تمبرين اللي لسه حاكي لكم عليها من شويه، او البيز اللامنه اللي لسه حاكي لكم عليها من شويه، اللي هي سيك بيز اللامنه عباره عن بيز اللاميا بتاعت الاندوثيليوم، البيز اللاميا بتاعت البودوسيت، الاثنين بيعملوا سيك بيزمنت تمبرين بتلف حوالين الفينستريتد بلاد كابيلاري بالشكل ده. يبقى انا كده حجمت الفلتريشن شويه. ايه تاني؟ هتيجي بقى البودوسايت، اهي دي البودوسايت، خليه عاديه خالص، بتبقى بعيده شويه عن البلاد كابيلاري، لو انت لاحظت هتلاقيها بعيده شويه عن البلاد كابيلاري، السبيس ده بسميه سب بودوسيتك سبيس. مهم جدا السبيس ده برضو في فهم النفرولوجي. على اي حال بيبدا يطلع من البودوسايت دي الاقدام اللي احنا سمينا البودوسايت على اساسها، يبدا يطلع منها ما يسمى بالبرايمري بروسيس. يبقى الخليه تبدا تطلع برايمري بروسيس علشان تلف حوالين الفينستريتد بلاد كابيلاري بتاعت. ليه؟ بتحجز علشان اللي طالع من البلاد كابيلاري ده كله ما يوصلش لليورين، يعني هي محاوله منها ان هي تخلي مش كل اللي طالع من الفينستريتد بلاد كابيلاري يوصل لليورين، لا ده احنا عايزين نعمل سيستم مساعد معاون. نعمل ايه؟ برايمري بروسيسز، طبعا طالما قلت برايمري فانت اكيد مستني كلمه سكند، هيطلع منها سكندري بروسيسز بالشكل ده. يبقى البرايمري بروسيس طلع منها ايه؟ سكندري بروسيسز. البرايمري بروسيس والسكندري بروسيس لافين حوالين البلاد كابيلاري بالكامل؟ لا، اكيد هيبقى في فراغات، هذه الفراغات هسميها فلتريشن سليتس. هسميها ايه؟ فلتريشن سليتس. يبقى الفراغات اللي هتبقى ما بين البروسيسز دي بتبقى حاجه صغيره جدا، ممكن توصل ل 40 نانومتر، يعني البروتينز اللي كانت بتعدي من الاندوثيليوم دلوقتي ما هياش هتقدر تعدي من الفلتريشن سليت، لا ده انا بغطي كمان الفلتريشن سليت ده بديافرام علشان اضمن ان انا اقلل كميه البروتينز اللي معدت لمين؟ اللي هتعدي في الفلتريت بتاعي، علشان كده كل حاجه ممكن تعدي من الفلتريت ده ما عدا البروتينز. الفلتريت في اول انتاج ليه بيبقى فيه كل حاجه تقريبا ما عدا البروتين، في جلوكوز، في امينو اسيد، في فيتامين، في الكترولايتس، في ووتر، كل ده بيعدي مع مين؟
مع الفلتريت بتاعي. لكن عدى على ايه؟ رقم واحد عدى على الاندوثيليوم المخرم، رقم اتنين عدى على السيك بيزمنت تيمبرين، رقم تلاتة عدى من الفلتريشن سليتس بس لقى فوقيها دايفرام مغطيها برضو، كل ده علشان يقل. لكن في الاخر هيعدي الفلتريت. الفلتريت فيه ايه؟ فيه الووتر والجلوكوز والامينو اسيدز والايونز واليوريا ومن هرمونز والكيتونز وكميه صغيره جدا من البروتين. طب لو انت لقيت في اليورين بروتين كتير، يبقى ايه اللي يوصل لك؟ ان الفلتر بتاعي مش مظبوط، يبقى البروتينوريا دي علامة مش كويسة. يبقى كل السيلز حجزتها، اللارج بروتينز حجزتها ده من الاول، اللي عدى السمول بروتينز، مين اللي هيوقفه؟ الفلتر الحقيقي اللي هو البيزمنت تمبرين. اللي هيعدي من كل ده هو الحاجات اللي انا لسه حكي لكم عليها من شويه دي. يبقى زي ما احنا شايفين فوق، دي الفينستريت الدالك كابيلاري، دي البيزمنت الجلوميرولار بيزمنت تمبرين جي بي ام، وبعدين الفلتريشن اسليتس وعليها الدايفرام. يبقى دي صوره زي اللي احنا كنا رسمين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايبيثيليوم، سمبل سكويمس ايبيثيليوم بسميه اوتر بارايتال لير. امال فين الفيسرال لير؟ دي اللي هي البودوسايت، اللي هي الخلايا الصفراء دي. يبقى الخلايا الصفراء دي هي البودوسايت. وايه المخطط ده؟ دي الاقدام بتاعتها وهي طالعه تلف حوالين البلاد كابيلاريز اللي جايه منين؟ من الافرنت ارتريول، وهتستمر كافرنت ارتريول. طبعا دي صوره جميله جدا، الالكترون مايكروجراف سكاننج، الكترون مايكروجراف زي ما بشبه كده كما لو كنت دخلت بطياره الكترونيه على التشو هو وبتفرج عليه من بعيد، الاقي فيه ايه؟ الاقي البودوسايت عامله، شايف دي البودوسايت طالع منها بروسيسز كبيره بسميها برايمري بروسيسز، وبعدين يطلع من البرايمري دي السكندري بروسيسز علشان تعمل الفلتريشن سليتس اللي انا شايفها دي، الفتحات الصغيره دي اللي هتتغطى ببروتين سبستنس واسميها دايفراج. برضو الصوره هنا جميله جدا، والصوره هنا احلى واحلى. النفرون عباره عن ده البيزك فانكشنال يونت اوف ذا كيدني، خلاص متفقين احنا على المعلومه دي، هو اللي مسؤول عن عمليه الفلتريشن والاكسكريشن والري ابزوربشن، لان لسه هنتكلم احنا عن بقيه النفرون. لكن احنا خلصنا دلوقتي ايه؟ خلصنا الرينال كورباس. انت عندك كام نفرون؟ عندك 2 مليون نفر، يعني انت من اغنى اغنياء العالم، لان كل نفرون شو بيتكلف قد ايه؟ ده نفرون واحد عباره عن ايه؟ عباره عن كورباس اهي، وطالع منها مجموعه من الانابيب، دي واحده بلاد والتانيه يورين. نفس الفكره بالظبط، انت بقى عندك في كل كدني مليون نفرون بالشكل ده. الرينال كورباسل عباره عن بومنز كبسول وجلوميرولاس، لكن في بينهم بعض مجموعه من السيلز بسميها انترا جلوميرولار ميزنجيال سيل. دي كده الملبيجيان كورباسل، ده الافرنت ودي الافرنت، بيحصل فلتريشن علشان اليورين ينزل في الاخر من البروكسيمال convoluted tubule. يبقى دي بسميها الفاسكولار بول، وده هسميها ايه؟ وده هسميها اليوريناري بول. البونز كبسول عباره عن تو لايرز، اللير اللي كونتاكت مع الجلوميرول اللي بسميها ايه؟ بسميها فيسرال لير، واللي بره دي هسميها اللي هي كونتينوس مع البروكسيمال convoluted tubule، دي هسميها ايه؟ اسميها بارايتال لير. يبقى انا عندي بارايتال لير وعندي الفيسرال لير. الفيسرال لير عباره عن بودوسايت. اتكلمنا احنا عن البودوسايت وعرفنا يعني ايه سب بودو سيتيك سبيس وبرايمري بروسيس وسكندري بروسيس وفلتريشن سليت والفلتريشن دافري. الجلوميرولاس قلنا ان الابيثيليوم بتاعنا فينستريتد سمبل سكويمس فينستريتد بلاد كابيلاري، وشفناه بال 3 دي ازاي هو فينستريتد، والبيزمنت تمبرين وان البودوسايت بتلف حواليه علشان تعمل البلاد رينال بارير، ده الحاجز اللي بيفصل ما بين البلاد واليورين او البلاد والفلتريت. ايه هو الحاجز ده؟ بيتكون من ايه؟ بيتكون رقم واحد من الفينستريتد بلاد كابيلاري، رقم اتنين البيزال لامين، البيزال لامين اللي بتتكون من فيوزد بيزمنت تمبرين بتاعت الاندوثيليوم وبتاعت البودوسايت، رقم ثلاثه فلتريشن اسلتس واللي عليها الفلتريشن دافري. ده طبعا سيكشن محتاج خيالك الواسع، انك بعد ما تعمل ال 3 دي في بالك وتاخد سيكشن هيبان بالمنظر ده. الناحيه دي هلاقي فيه البلاد كابيلاري، يبقى اذا ده الاندوثيليوم وهو مخرم. لما اخد سيكشن في الاندوثيليوم وهو مخرم هيبان ايه؟ هيبان قطع بالشكل ده. خلاص؟ فده ايه؟ فده الفينستريشن بتاع الاندوثيليوم. البيزمنت تمبرين اللي هي حواليه دي كونتينوس اهي، وبعدين تيجي البيديكلز بتاعت البودوسايت تبان برضو هي كمان قطع بالشكل ده. اللي بين البيديكلز دي هي الفلتريشن سليتس، واللي ما بين القطع دي هو البورز اللي موجوده في الاندوثيليوم. دي اللي عاوز يزود معلوماته عن الجلوميرولار بيزمنت تمبرين يقرا الباراجراف ده.
مرة تانية ده البلاد رينال بارير، ده جوه البلاد وبره الفلتريت. الميزنجيال سيل، والميزنجيال سيل عبارة عن مجموعتين، المجموعة الأولانية ما بين البلاد كابيلاريز. بالمناسبة ميزنجيال ميزة من ميزو، ميزو يعني إيه؟ يعني بتوين، فاكرين اكتوديرم اندوديرم وميزوديرم؟ أهي الميزوديرم ما بين الاندوديرم والاكتوديرم. أنجيا يعني بلاد فيزل، يبقى ما بين البلاد كابيلاري بلاقي سيلز بسميها ميزو انجيال سيل، ميزانجيال. يبقى عرفنا يعني ايه ميزانجيال سيل؟ دي خلايا ما بين البلاد كابيلاري ما بتشتركش في البلاد رينال بارير، لكن هي برضه تحت البيزمنت تمبرين بتاعت الاندوثيليا، بس في مكان تاني غير مكان الفلتريشن، وقاعده جوه البيزا اللامنه بتاعت الجلوميرولار كابيلاري. لكن لو نشوف الصوره دي نلاقيها جميله جدا، دي بلاد كابيلاري، دي بلاد كابيلاري، دي بلاد كابيلاري، الثلاثه ثلاث انابيب مرصوصين جنب بعض، في بينهم بعض فراغ، اهو الفراغ اهو، الفراغ ده موجود في مين؟ موجود في الميزنجيال سيل. بس لاحظ معايا البيزمنت تيمبرين وهي بتلف حوالين الثلاثه بلاد كابيلاريز دول اخرت مين جواها؟ الميزنجيال سيل. الميزنجيال سيل دي شبه خليه كنا بناخدها زمان في السيركيولاتوري سيستم وكنا مسمينها البيريسايت، والبيريسايت كانت سهله قوي واحنا بنشرح. الاحظ ان هي ما هياش مشتركه في البلاد رينال بارير، لان دي البودوسايت وهي مطلعه الفيديكلز بتاعتها حوالين الاندوثيليوم، لكن الميزنجيال سيل ما هياش عضو خالص في عمليه الفلتريشن. الفانكشن بتاعتها ايه بقى طالما لهاش علاقه بالفلتريشن؟ طبعا رقم واحد فاجوسيتك سيل، يعني اي ديبريس هتبدا تعمل لي مشاكل على البيزمنت ممبرين او على المنقل الحقيقي بتاع الفلتريشن، لا ده الخليه دي هتنقذني منها. رقم اثنين بتعمل سنس انت مينتين البيزا اللامنه نفسها، يبقى الجلوميرول ممبرين على قد ايه ما هي بتطلع من الابيثيليال سيلز برضو بتحتاج خلايا تانية تساعدنا فيها. مين اللي هيساعدنا؟ الميزنجيال سيل. ريجيوليت البلاد فلو في الجلوميرولاي لان فيها اكتين وميوسين بيعمل كونتراكشن. سبورت البودوسايتس في الاماكن اللي فيش فيها بيزمنت تمبرين، يبقى انا فيش هنا بيزمنت تمبرين، فيش هنا بيزمنت تمبرين، فيش هنا في الحته دي بيزمنت تمبرين، لا بس مين اللي موجود بدل البيزمنت تمبرين؟ الميزنجيال سيل. دي الفانكشن اوف ذا ميزنجيال سيل. البروكسيمال كونفوليوتد تيوب، كونفوليوتد يعني ملويه، دي معنى كلمه كونفوليوتد. الفانكشن بتاعتها بتعمل ايه؟ انا نزلت الفلتريت من البومنز كبسول بالشكل ده، نازل الفلتريت هنا، ده اللي هي اول حاجه اللي هي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول هتبدا تعمل ري ابسوربشن لكل اللي انا عملت له فلتريشن ده. امال كنت عامل له فلتريشن ليه؟ عشان الوست برودكت اللي طالع معايا. يبقى هتعمل ري ابسوربشن للجلوكوز والبروتين والامينو اسيدز والفوسفورس والكالسيوم، هتعمل ري ابسوربشن للصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد ومعاهم الميه، 63% من الميه هيحصل له ابسوربشن في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. وبعدين تبدا تعمل سكريشن للكرياتينين والايودين. بتتكون من ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن سيمبل كوبويدال او بيراميدال ابيثيليوم. السيلز بتاعتي بتبقى بيراميدال ان شيب، الدايمتر بتاعي بيبقى كبير نسبيا، الليون بتاعي بيبقى ضيق نسبيا. السيلز بتاعتي بتتميز بثلاث حاجات، الحاجه الاولانيه ان هي اسيدوفيليك، الحاجه الثانيه وجود بيزل استرييشن، الحاجه الثالثه وجود ايبيكال مايكروفيلاي. يبقى انا عندي هنا استرييشن وعندي هنا استرييشن. الاسترييشن دي ايبيكال مايكروفيلاي ليه؟ لان انا بعمل ري ابسوربشن، ما هو اللي جوه ده اليورين، وانا عايز اخد الحاجات اللي جوه اليورين دي ارجعها تاني للسيركيوليشن. يبقى انا محتاج هنا مايكروفيلاي اعمل ري ابسوربشن للحاجات اللي هنا دي، للكونستيتوينتس اللي هنا دي، وبعدين ارجعها تاني للخليه، والخليه تعمل لها سكريشن ناحيه. بما ان انا هعمل سكريشن ناحيه هنا فمحتاج انرجي عاليه، يبقى ارص هنا مايكروفيلاي. عشان ارص مايكروفيلاي محتاج بيزل انفولدنج، يبقى انا عندي بيزل انفولدنج وعليه المايكروفيلاي. يبقى لو نبص في الكلام ده هنلاقي ده اللي احنا حكيناه من شويه. لو اتفرج بالالكترون مايكروسكوب الاقي نفس الكلام، دي المايكروفيلاي كتير جدا. هنا فيزيكلز، الفيزيكلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات عامل لها ابسوربشن. الفيزيكلز دي بتديني منظر التيوبيولز، يبقى يديني احياء هنا ان في هنا تيوبيولز وفيزيكلز. وبعدين تيجي دي النيوكلياي بتاعتي، ودي الميتوكوندريا وهي مرصوصه عامله لي البيزل استرييشن اللي شفناه باللايت مايكروسكوب، ودي الصوره لما كبرناها لو انت تحب تتفرج عليها بالتفصيل. خلصنا البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، هنطلع للوبوفين. الليبوفين اللي هيبقى طويل قوي، هيبدا الكلام ده في الكورتكس، هينزل معايا في ينزل لحد المضله ويطلع تاني لحد الكورتكس اللي بسميه لوبوفين. الليبوفين له نوعين، في لونج لوب وفي الشورت لوب. اللي احنا بنتكلم عليه دايما كل بتوع الهيستولوجي والفسيولوجي والنيفرولوجي بيتكلموا عن اللونج لوب، اللي بيطلع من الكورتكس وينزل المضله ويرجع للكورتكس تاني. علشان كده في
فور بارتس، واحد متصل بالبروكسيمال واللي هيلف يلف ويرجع تاني يتصل بالديستال. خلاص يبقى ده سيك بارت وده سيك بارت، يعني عندي سيك بارت متصل بالبروكسيمال وعندي سيك بارت متصل بالديستال. ما بين التو بارتس موجود تو سيم بارتس اللي هو ديسندنج سيم بارت واسندنج سيم بارت، والاثنين عباره عن سيمبل اسكويماس ايبيسيل. يبقى اللوب اوف هنلي بسيط جدا، فور بارتس، واحد ماشي مع البروكسيمال والتاني ماشي مع الديستال، وما بين الاثنين سيمبل اسكويماس ايبيسيل. نبص كده هنلاقي في عندي السيك بارت سين ديسندنج بارت سين اسندنج بارت سيك اسندنج بارت، ده ماشي مع البروكسيمال وده ماشي مع الديستال، لكن ده سيمبل سكويماس ابيسيليا. لو هنتكلم عن الديستال كونفوليوتد تيوبول، دي اخر حاجه عندنا في النفرون. ايه الفانكشن بتاعتها؟ تكمل لي بقى على الحكايه كلها، هتعمل لي ري ابسوربشن للووتر والصوديوم وسكريشن للبوتاسيوم والهيدروجين. فيها حاجه ثالثه هناخدها المحاضره اللي جايه اسمها جاكستا جلوميرولار ابيريتس. لكن الديستال كونفوليوتد تيوبول باللايت مايكروسكوب تقريبا ما هيش شبه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. ليه؟ لان السيلز عندي كانت في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول بيراميدال، هنا هتبقى لوكوبويدال. السيلز كانت عندي قليله، السيلز هنا كتيره. الديامتر كان هناك كبير، هنا الديامتر نسبيا هتلاقيه صغير، لكن اليومن كان هناك صغير، لا اليومن هنا واسع لان السيلز بتاعته صغيره. كان في عندي هناك ابيكال استريشن، ليه محتاج الابيكال استريشن؟ اللي محتاج اعمل ريابزوربشن عالي جدا، وبالتالي انا محتاج هنا مايكروفيلاي وريسبتورز. لا هنا انا مش محتاج الحكايه دي، لكن انا محتاج اعمل سكريشن زي ما قلت لكم من شويه، وبالتالي عندي البيزل انفولدنج ومعاه الميتوكوندري. بالالكترومايكروسكوب بيتاكد لي نفس الكلام، مايكروفيلاي هنا قليله جدا، في عندي هنا البيزل انفولدنج عالي جدا، كمان مفيش فيه الفيزيكلز والتيوبولز اللي كنت شايفها في الايبكس بتاعت البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. دي مقارنه ما بين الاثنين اقدر اعملها بسهوله جدا زي ما هنشوفها في السمك. الكوليكتنج تيوبول، الكوليكتنج تيوبول دي بتعمل كونسنتريشن لليورين بس مش لوحدها، معاها اللوبو فينلي والفازا ريكتا والانترستيشيوم والاي دي اتش. الخماسي ده هو اللي بيعمل لي كونسنتريشن اوف زيرو. هو مش عايز يعمل كونسنتريشن اوف زيرو، هو عايز يعمل ري ابزوربشن للووتر، لان الووتر ده هو اللي انا عايش بيه، انا مش معقول هخسره في اليورينيشن، عشان كده لازم ارجعه تاني للسيركيول. طب ما اعرفش ارجعه تاني للسيركيوليشن، ما هي ده الدايبيتس انسيبيدس اللي احنا اخدناه قبل كده اللي هو في غياب الاي دي اتش. طب لو ما عرفتش اخسره او ما اعرفش انزل يورين، ما هو ده الرينال فيلير او الكرونيك كيدني ديزيز. الكوليكتنج تيوبيول عباره عن كورتيكال بارت، مدلر بارت، وبابيلري بارت، لكن في كل الاحوال هي عباره عن تو تايبز اوف سيلز، برينسيبال سيل وانتركليتد سيلز. يبقى لو حبينا نلخص الموضوع، احنا قلنا ايه النهارده؟ قلنا حاجات بسيطه جدا. الحاجه الاولانيه اتكلمنا فيها عن الجنرال ستراكشر اوف ذا كيدني، الحاجه الثانيه اتكلمنا عن البودوسايت، وبعدين اتكلمنا عن البلاد رينال بارير، وبعدين عملنا كومباريزون ما بين البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول والديستال كونفوليوتد تيوبول. النفرون كانت بي ريجنريتد، ما اقدرش اعمل له ريجنريشن، علشان كده كل شويه النفرونز بتاعتي عماله تقل. اللي بيوصل لل 70 سنه بيفقد حوالي 35% من النفرونز بتاعته، لكن لحسن الحظ ولحسن الخلق قبل الحظ ان ربنا سبحانه وتعالى مش مخليك محتاج لكل هذه النفرونز، لانك انت بتشغل 25% من النفرونز بتاعتك. في عندي حاجه اسمها جود بيستر سيندروم او جود بيستر، هو ولا جود ولا حاجه، هو باد بيستر سيندروم، بس الراجل كان اسمه جود بيستر ففضل اسمه جود بيستر سيندروم. ده انتي جلومولولار بيزمنت تيمبرين انتيبوديز، بيطلع لي انتي جلومولولار بيزمنت تيمبرين انتيبوديز بتهاجم البيزمنت تيمبرين بتاعت المريض، وبالتالي هتبدا يبقى في بروجريسيف جلوميرولو نيفرايتس، يعني التهاب في الجلوميرولاي. هيبقى معاه ايه؟ معاه كمان بالموناري هيموريج، يبقى انا عندي رينال فيلير ومعاه بالموناري هيموريج، بتبقى حاجه خطيره جدا لان التو باريرز الحقيقه بيتاثروا. تاني يا رب تكون عرفت الاجابه، لو عرفت الاجابات يبقى انت استوعبت جزء كبير من المحاضره. نشوف الاجابات. في الاخر بقول لكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نتقابل في محاضرة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.